الموضوع دستوري، هذا موضوع انه تمثيل البرلمان للمواطنين العراقيين بشكل عام، هو هذا شيء كفله الدستور. طبعا حسب المتوقع في العراق يكون حدود 45 مليون زائد ناقص حسب الاحصائيات الاخيره، فمعنى ذلك انه سيكون لدينا 450 نائبا. طبعا هذا اذا لم يتم تعديل الدستور، اذا بقى على هذا الحال، من المؤكد انه يزيد عدد الممثلين الشعب تحت قبة البرلمان، وبما فيها البصرة أكيد راح يكون يعني حسب المتوقع أنه يكون أكثر من 40. ننتظر النتائج النهائية وننتظر ماذا سيتم حول تعديل فقرات الدستور، كون أنه فقرات الدستور لا يتم تعديلها إلا وفق سياقات معينة، وهذه السياقات ليست سهلة. لنرى ماذا سيتم، هذا الموضوع لن يتم طرحه على طاولة النقاش السياسي أو الرسمي، كون النتائج لم تظهر بشكلها النهائي، هذا واحد. اثنين، نحن اليوم في صدد عقد جلسة، وهذا الموضوع لن يكون ضمن جدول الأعمال لهذه الجلسة. سنرى ماذا سيتم بين الكتل السياسية وقادة الكتل السياسية حول هذا الموضوع.